إذن مشاهدينا نتابع وإياكم لقطات مباشرة من ميناء البريغا النفطي. إذن مشاهدينا نشاهد في هذه اللحظات لقطات حصرية لقناة ليبيا الحدث من ميناء البريغا النفطي للبدء أو الإعلان عن بدء تشغيل ميناء البريغا النفطي وإعادة مصفاة البريغا وإعادة التصدير مجددا. في هذه الأثناء تبث ليبيا الحدث عبر الهواء مباشرة من ميناء البريغا النفطي، فلنتابعه.